السلام عليكم خوتي وخواتاتي، نتمنىكم ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، ونلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال. ما نقولش لكم منظر جميل بلاد ديالنا خلابه. غنشارككم معايا اليوم ان شاء الله خارج الدار، غنشارككم معايا عين السلول. شوفوا ما شاء الله كبيره جميله تبارك الله، وغادي نعملو جنب الزوج ونشوفو تبارك الله كل شيء منظر جميل. خليكم مع الفيديو غادي نشوفو ان شاء الله مكان جميل تبارك الله ما شاء الله، وبلادنا زوينه. ما عليكم غير تبعوا الفيديو اللي جاي في الاخر، غادي يعجبكم المنظر جميل بزاف. ونتمنى اللي مشى المغرب يزور هاد عين السردون وأوزور وكل الزوينه تبارك الله في وسط الناس. المنظر جميل ما شاء الله، ما عليكم غير تبعوا. خليكم ان شاء الله مع المنظر جميل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Thank you.